السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أعزائي المتابعين والمشاهدين اللي راح يشاهدون هذا المقطع. أرحب بكم جميعا في حلقة جديدة من لعبة The Forest. هذه اللعبة المرعبة، هذه اللعبة اللي راح نضطر نتعايش فيها مع آكلة لحوم البشر، الله يعيننا عليهم، وإن شاء الله راح نكون قدها وقدود. أذكر فقط اللي ما هو مشترك معانا، والله ودنا انك تشاركنا وتشترك معانا، ودنا انك تفعل زر التنبيه علشان يصلك كل جديد، وهذا الخيار متروك لك. لا تنسون كذلك دعم هذا الفيديو بالضغط على زر اللايك او مشاركته مع من تحبون. وخلونا مع المصيبة الان، لازم نصيد لنا حاجة ناكلها. الارنب اصنع، لا لازم اصنع، لازم اصنع صيادة أرانب. حسب علمي إن هذه أفضل الطرق. هنا صيادة أسماك، هذه إيش؟ رابت. لابد من عمل شيء. يا الله خلصت الستيكس. اللي ما تقدر تحصل عليه، ما نبغى صخور، ان شاء الله انا احصل من وراها. اوكي هذه ما ادري هل هو راح يصطاد لي ارنب او لا، ما ادري، ممكن. خلاص لابد اني اشتغل، اعمل لي اشياء. إذا عشت لليلة هذه الجاية كويس، ما عشت معناه أكيد ممكن يفقد حياته صاحبنا ويموت لأنه ما نجح بالسيرفايفل في هذه المرحلة. أوكي نشوف حاجة ثانية نصنعها. هذا الأرنب جنبنا، يا سلام عليك يا أرنب، أدرك جنبي وأنا ما أدري، لا يكون صدت أرنب. لا لسه ما صدنا أرنب ولا في شيء. هل نحملها؟ طيب كيف صيد الأرنب؟ خلني شوي أفكر في الأمر، يعني كيف نصيد أرنب؟ ما نبغى يا أخي يا أخي. أوف. هنا أشياء أخرى. هو إلى الآن ما أعطانا الكامبينج، هذه العلامات الحيوية للجسم. هنا نقدر نصنع أشياء أخرى، مش واضحة الأمور. هذا رابت تراب، أوه رابت التراب يا حبيبي، وأنا مسوي نفسي يعني فاهم. أثري الطريقة ذيك خطأ كانت. أوه نقص علينا الأوراق الأغصان، راح نكملها، أهم شيء نعيش يعني، نحصل حاجة مو شرط. أهم شيء نقدر نتعيش. وين حطيته أنا؟ والله إني ضيعته، مش معقول. هذا هو، لسه مطول السالفة، لسه الموضوع مطول. أهم شيء حنا يعني نتمكن من النجاة، من السيرفايفل.
يبدو أن خلاص الجوع وصل حده مع صاحبنا. صاحبنا ما أعتقد راح يقاوم، ومحتاج أخشاب كثير. خلني أشوف إيش عندي باقي. عندي سناك، أمشي أموري في السناك. شوف هذا الأرنب قدامي يجي، أرانب كثير، لابد إني أصطاد. لسه توني شايف أخشاب. أتوقع أنه راح يخلص الآن. أتوقع تمام. أوكي طيب، وإيش أسوي فيها الآن؟ ها يحتاج كيف الاصطياد؟ طيب اوكي عملناه خلاص. قد نضطر ان نصنع لنا واحد ثاني. الليل قرب والله يعين. نجمع شوي بعض الامور، نشتغل نعمل. طالما انا اترجى اني لابد اني اروح للبحر، خلاص عيشتي هنا اصيد ارانب واتعيش. شبلاك يا اخي لا تعصب. أفضل مكان فعلا للعيش. لسه ما صاد، أتوقع لازم يجيه وقت وصيد. ما ايوه ادينا ادينا. طيب خلنا نعملنا تراب ثاني، رابط تراب نحطه في الاتجاه هذا. قد يكون يجينا بعدين بيرد تراب كذلك، يعني مصيدة عصافير. شوف الأرنب قريب يمنا يعني، أو سنجاب ما أدري والله، هو سنجاب هو أرنب هو ماني عارف. خلاص دخلنا الليل الآن، ويا ويلنا من الليل الله يعين. لسه ما في نوم، خوينا ما عنده نوم أكيد، لأن الدائرة اللي نشوفها لسه ما اكتملت. ودخلنا في الليل الآن تقريبا، بدينا ندخل في الليل. موجود حاجة، كأني أشوف حاجة. ها صاد. أوكي صدنا. خلاص يبدو أن النوم جاء. كويس أن صحينا في النهار. هذا اللي انا ماني فاهم وضعيته ايش. يبدو ان الوضع سيء، خلاص وصل الى مستوى السوء. اوه ايش هذا، ايش هذا، ايش هذا اللي جانا هو لابس الملابس دي اللي ما ادري كيف صايره. اكتشف مكاني. خلاص يبدو انها مكتشفه مكاني. سلامته خله يجي، خلاص يكفيني اللي فيني جوع. ما بكل ساعة طالع لي في مكان. ايه يا ولد ولد وينه؟ هذا هو. ايه انقلع انقلع. ايه روح دور لك مكان.
تعال كانك فيك خير. تعال انا منتهي خلاص، مودع ما ماشي خلاص، مودع الدنيا، ما فيني طاقه ولا فيني شيء. انقلع خلاص، خوي بيموت ما في فايده، ما اعتقد انه راح يواصل. اخبطه، هرب، لا تهرب لا تهرب. واحدة تصيب واحدة تخيب، وخوي ضعيف مرة، ما راح يقدر يتحمل. هرب، الله كان هرب سلامته. الأرنب يا أخي، عطنا أرنب تكفى الله عافيك. في حاجة، في حاجة. أوكي هذا أرنب، شوف هنا نضغط سي، هذا الأرنب. أوكي طيب، والآن عندنا أرنب. هذه كم باقي لها خشبة يا أخي؟ والله ما باقي لها شيء، أو أنها أوكي خلاص جاهزة، باقي لها خشبة واحدة. حرام عليك، خلصنا يا أخي، فكنا، لسه باقي مطولين. خلنا نصنع التراب هذا وننتهي منه، خلاص جاهز التراب ذا، وعندنا الأرنب هذا راح ناخذه. بنحاول نشويه، أو أول شيء لابد من قتله. نضغط على الماوس يسار، أوكي. سوري سوري يا أرنبي الجميل. طيب وش نسوي عشان نعيش؟ خذنا اللحم، خذنا التروفي. لا يا بوي، هذا اللحم هل راح نحطه على، يقول اضغط سي. اوكي هذا اللحم الان موجود للشوي. طبعا مثل ما انتم عارفين، من المفترض ما نولع نار الا للحاجة. خلاص صاحبنا تعبان، خوينا خلاص تعبان، وضعه سيء. اتمنى اقدر ايت. او ماي جاد، ايت ايت. يا سلام صاحبنا شبع الان، الحمد لله الحمد لله، عاش مرة ثانية. ما كنت متوقع صراحة انه راح يعيش. هذا تراب ثاني كويس، عيشتنا على الارانب، نطقطق عليهم الان، نمشي امورنا حتى نتمكن. ايش هذا؟ معقول كل هذا يجينا؟ والله جاتنا، لكن ما راح ناخذ. عطانا كذلك، ما راح يوقف، وهو هو يعني. وبعد ما انجزنا موضوع العيشة راح نقول له سيف حبيبي سيف. طيب النار نتركها، عندي ستيك كثير. طيب ايش نصنع الان؟ في عندنا حاجة، شكل المكان. اوه صدنا، صدنا ارنب، يبدو انه صدنا ارنب. اشوف انا ارنب،
أفا، يبدو أنه ما هو أرنب هذا. إيه أكيد ما هو أرنب. يعني معقول نروح نصلح تراب ثالث رابع وهذه شغلتنا؟ والله هي لابد منها ستيك هولدر. أوه نقدر نعمل ستيك هولدر. ستيك هولدر هذا نقدر نجمع عليه ستيكس وقت الحاجة. مؤكد ان وقت الحاجة راح. شوف نجمع ستيكس ويكون عندنا مكان مكان تخزين للعصي. والله هذا ممتاز صراحة بالطريقة هذه. نجمعهم للحاجة. لازم شوية شوية نعرف أمور كثيرة والله ما نعرفها عن اللعبة، ويوم عن يوم. أهم شيء اليوم يعني لا يعدي علي. وكويس الجوع عندي تمام، يعني فيه إن شاء الله أمل. أوكي شوف 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 كيف يعطينا، ما يوقف. طيب ودك نعمل لنا قفص؟ لسه ما جانا شيء للأسف. لسه ما صدنا شيء. معلش الوضع يعني يوم عن يوم يتعدل. في لنا كانت عربية هنا وانا حاط فيها اخشاب، سرقوها. سرقت. كيف راحت هناك؟ كان احد سارقها. شف أنا أقول لكم إنها مسروقة كانت. أيوة سيحاولون يسحبونها ويسرقونها. يبدو أن اصطدنا أرنب ثاني. والله هذا المكان جميل. هذا أرنب. اوكي راح نحطك هنا في القفص يا حبيبي. انزل في القفص يلا، وقت الحاجة راح نجيك. شوفوا ترى انا متفائل مرة 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 متفائل صراحة. والله متفائل، في تفاؤل كبير عندي ان الوضع عندي تمام. بديت اقدر اعيش. باقي لي مشكلة الماء، لازم احل موضوع الماء. ما بدون ماء ما راح تضبط الامور. يبدو ان ننزلهم. اوكي شوف هذا اول الاعمال الجميلة. طيب ايش رايكم علشان ما اتورط في العطش راح اروح عند البحر مرة ثانية مثل ما رحت المرة الاولى. يبدو اني ما اعرف اتجاه البحر. الله يعينني اروح وانا قوي افضل. يبدو انه بهذا الاتجاه حسب توقعاتي. والله ما اعرف، المرة اللي فاتت جاء مطر، المرة اللي فاتت اتجهت من الاتجاه ده ووصلت للبحر. لأنه راح يجيني وقت العطش، هذا المشكلة. لابد إني أصطاد سلحفاة
والسلحفاة ظهرها يصلح أن نجعله يجمع لنا الماء. الآن انتهينا من موضوع الطعام، جاءنا الآن مسؤولية الماء. هذا ماء، يا الله، أقدر أشرب؟ يا سلام، أوه ما هو حلو، فيه أسماك، كيف أصيدهم؟ أوه ماي جاد، شيء جديد. لكن المشكلة الماب، ما عندنا ماب للأسف. راح أشوف حاجة، لابد إني أعرف كيف راح أعرف أفتح الماب علشان أعين الأماكن. نروح للبحر، والله في شنط. في حوت هنا، والله ما استفدت منهم شيء. طيب خلني أشوف سلحفاة قد يكون أستفيد منها. يا الله، ما في أي سلحفاة إلى الآن. يبدو أن هذا قارب. أيوة، هذه سلحفاة. لا يا أخي، لا 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 لا، راحت يا حرام. فرصتي هذه علشان، وين راحت؟ ايش القلوشة هذه اللي ما ادري كيف صايرة؟ اختفت. اوه هذه برا، فرصتي. ممتاز ممتاز، راح نحصل على شيء الآن. أوكي، هذا هو اللي كنت أنا أبغى أصنع لي مكان أو شيء أجمع فيه. حصلنا على لحوم كذلك. في شنط كثيرة المنطقة هذه. طيب لو ما حصلنا الآن على سلحفاة راح أرجع. أوكي، يا سلام عليك، والله جمعت أخشاب. شوف هذا المستودع اللي سويته، جمعت أخشاب فيه، والآن قطعت أخشاب علشان تمشي الأمور معانا. إحنا ناويين نبني الآن، نبغى نبني الشلتر الكبير. ما أدري راح نقدر نبنيه في المكان هذا اللي فيه صخور أو ما نقدر. إذا ما قدرنا فمؤكد راح نبني مكان ثاني، فهو أفضل مكان عندي، لأن الأماكن اللي هنا ما زال فيها أشجار، علما أن هذا المكان جيد. خلني بشوف، لابد من بناء الآن الشلتر هذا الكبير. والله يجي إن شاء الله، إن شاء الله أنه يجي مرتفع أفضل، وراح اسوي له درج ان شاء الله، ان شاء الله راح اسوي له درج. لازم اجيب لق الان. اوكي، اللق عندي. الله ما ادري كم يحتاج الى لق. يبغى لنا شغل فيه طويل، نفس طويل، يبغى له نفس طويل بالاعمال. ما في مشكله. طيب على نهاية حلقتنا راح ننهيها على هذا الوضع، وإن شاء الله نستكمل معاكم بعدين بناء هذا المنزل الكبير. أتمنى أن هذه الحلقة إن شاء الله راح تحوز على رضاكم. لا تنسون دعمكم الدائم لنا باللايك لهذه الحلقة أو مشاركتها مع من تحبون، واللي ما هم مشتركين معنا في القناة حياكم الله إخوان وأصدقاء أعزاء كرام، إن شاء الله بإذن الله.
والآن أقول لكم إن شاء الله راح نشوفكم في حلقة قادمة عن هذه اللعبة، وفي أمان الله.